السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير متابعينا الكرام، نرحب بكم في يوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جمعتنا طيبة ويبارك لنا فيها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اليوم الحمد لله الجو ما في أروع منه يا جماعة، سايبتنا كوس جايتنا من الشرق الشمال أو من شمالية شرق. اليوم طبعا سعيد يوافينا بمستجدات. سعيد شو حصلت؟ طبعا يا جماعة حد متبرع بدم عقب بحر، يمكن مال سحر هذا. سعيد خلنا بنستطلع بنشوف فصيلة الدم، شوف الأسماك الغريبة بندرسها إن شاء الله. سعيد كيف عرفت أن هذا الدم؟ كيس بس ما أدري شو في داخله، مخروط شيء بلا. هذا ظني يا أخي. إيه إيه صدقك. زين هذا هاي كيس مال دم يا جماعة، بس اظني اخترب اظني. زين في اقول لكم مستشفيات في البحر في السفن، والله ما ادري عقب مخلفات الطبيه في البحر حتى الاطباء قاموا والله انهم. طبعا شلينا الكرافه يا جماعه، مبزود اكثر السمك داخل القراقير اللي شلوه. بسم الله الرحمن الرحيم، كل يوم برزقه يا جماعه. طبعا يا جماعة الخير أكثر سمك في ال بيكون في القراقير. شيل عق عق يا الله، عقس كامل. شيل الزريدي صغار، شيل الزريدي صغار يا عق عق. هذا بعد عق لزاق، هذا لزاق ما حصل شيء يريد للصيد فيه. يا عاق عمر عقه عقه أبو لزقان. زريدية كبيرة وحدة. سعيد وين السمكة الغريبة؟ هي اللزاق لزاق، هو لزاق سعيد. هذا الصيد يا جماعة كل يوم برزقه. عق زريدي هذا صغير، ايوه عقينا زريدية. بنبدأ شل القراقير يا جماعة. ايضا القراقير يلعبن دور في الصيد اللي يتجمع فيه النيسر. سعيد شو ملاحظاتك اليوم؟ ها؟ صداق خلاص بطلنا الصداق. سعيد يقول ما في صداق، قلنا له كفي سمك هذا اللي هنا يتلي هاي المنطقة بس. الحوز يقولون الحوز يعني مساحة يسمونها حوز، يكفي الحوز هذا بين الحب وبين الحضرة يم سمك. والسبب ان المايات صغرت في المساء، تصغر المايات في الشتاء او قريب الشتاء، فالسمك ما يروح فوق وايد. فنحن بطلنا الصداق وقلنا يكفينا السمك اللي هنا مني. شوفوها يا جماعة الخير ام ضريس يا جماعة، مني اشوفها سمينة. شوفوها ها شكلها مدحدح وحلوة وايد شكلها، وتتميز ايضا بالضريسات اللي قدام فيسمونها ضريس. بنبدأ ان شاء الله فقرتكم المحببة الدفارة. طبعا يا جماعة الخير تلاحظون ان الحضرة استوت بيضة من داخل، تغير الحرارة وتغير الموسم. كان المنطقة هنا فيها الحضره كل شبه. بعسكور شو الاستطلاع الاولي عندك؟ والله في شيء غريب يعني. طبعا الجش انواع سعيد، انواع وايد الجش، فصيله الجش وايد، فيها الدبسي، فيها القشران، فيها ام الحلا، فيها الزريديه والربيب وكل هذا، وفيها الفرو العود زين، وفيها القول واليب. فاللي شاركوا في المسابقه مال في الهامور يكتب جش، كله يكتب جش. يا جماعة حددوا نوع الجش على أساس يكون الجواب صحيح، ما يكتب لي واحد جش بشكل عام. سعيد في المنطقة هناك أشوف شيء أسود أو بالحسب أخبركم. سعيد كان في جش وقلت لنا بالضبط كم حبة بتاخذ المضريس حلال زلال عليك، فانتبه يا سعيد. صح أنت منصوري، لكن أبغيك تقدر وتنتبه في حسابك في السمك، وحتى وانت غايص. يلا ابوي توكل على الله. بدأ المسابقة،
ما زال سعيد المنصوري يروق مجموعة أو سرب الجيش كما تلاحظون السوادي يا جماعة الخير. يا سلام يا سلام يا سماكين الأوليين، شوفوا شوفوا صفرة على السودة، على هذه هي يا جماعة ييمة أو رأس السمك. يقولون رأس السمك، عطينا سعيد المسابقة وقلنا له احسب وخذ الجائزة، احسب عدد الأسماك. كانوا الأوليين يعرفون عن العدد التقريبي للسمك في البحر، وهذه طبعا مهارات يا جماعة، مهارات بحرية يتقنها كثير أو بعض النواخذة، مش كثير قصدي. فلان سعيد يقدر هذا الخير. يا خيرات، شوف الخيرات يا رب، ما شاء الله، شوفوا الخير يا الرابع، شوفوا الخير، خير وايد الحمد لله، الخير في وجوهكم. بنحسب الحين، بنطالع كم من حبة، ما في حبة هزيلة وايد، لازم نهدها. الله الله عطانا الخير هذا الوايد كله، دام انها هاي هزيله يا جماعه فيها لحم. ماكله شو؟ يلا خلها تاكل، ما مشكله، راحت. يا رسميه جشي يا جماعه. سعيد سيف سيف شوف سيف سيف، لا تقول لي المنصوري لا توديه نحس. شوف شوف اليوم غيل في الذهب، غيل. قلنا لابوي خذ اللي تبغاه مره. اسمي سعيد، حظك يقص حديد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اليوم حظ المنصوري يا سيف سيف، لا تقصر وياه، ودي وياك البحر. وصلنا يا جماعة في المرحلة الأخيرة، هذه الحضرة يا جماعة. إذا تذكرون أول الموسم يا الربع تذكرون سمينا هذه الحضرة الحضرة المنكوبة. طلع لي واحد جزاه الله خير من الشباب وقال لي لا تقول الحضرة المنكوبة يا سعيد، قول الحضرة المبروكة. طبعا هذه الحضرة يا جماعة تخص أخونا وصديقنا وحبيبنا بطل الفورمولا اللي هو ثاني القمزي. ثاني القمزي طبعا يا جماعة كنا له بنسد عنك لأن في مهام وطنية، نسأل الله نوفقهم ونسأل الله نعينهم، لأن مايون المايون ولا حد يشوفهم. المهم يا جماعة احنا سادين عنهم، أي حد عنده مشكلة بنسد عنهم، لأن احنا متفرغين للبحر، ويعني الجماعة اللي يبون نساعدهم نساعدهم. طبعا الحضرة هذه في البحر المفتوح يا جماعة، تقولوا لي ليش فيها حبال هني فوق وكذا، هذا كله تشطين يوم تستوي العواصف يا جماعة في هذا المكان اللي يرتفع الموي، لأن نحن مجابلين الظهر دون الظهر يا جماعة الخير اللي هو البحر المفتوح. شو فيها يا جماعة الخير، خلي شوف الحين راعيها. فيها هناك كمية لا بأس بها من النيسر، وفيها شيء كبار ما ندري، كان إن شاء الله بيبين بيبين واضح في الرؤية إن شاء الله بعد ما يتقربون الربع هني. زين الماية طبعا زينة، سجي هي لكنها واقفة، يحاولون ان يصيدون اللي يقدرون يصيدونه، لكن هناك يا جماعة عجلة فيها كمية من الأسماك ما ندري، خلي يتقرب شوية، اعتقد في عيفة هناك، ما ادري تشوفون معاي ولا ما تشوفون. فقلنا يا جماعة الخير ان هذه كانت تأخرت في صيانتها، تم عادتها للخدمة في شهر 5، فاتها من الموسم شهر 4، وشهر 4 يا جماعة تعرفونه من أحسن الأشهر في نصاب الحضر أو الحضرة، لأن يكون البحر يرد التنوع وايد من الأسماك، ومن أهم الشهور اللي نصيد فيها سمك منوع شهر 4، وما يغنينا يعني عن باقي الشهور لأنه يكون فيه أسماك والبحر ما زال بارد. كنا في القديم ننصب من بداية أو من نص شهر 3، لكن على اساس القوانين، على اساس ان نلتزم بقوانين شهر 4، زين متوسط يعني، وزين النصابة في شهر 4. وطبعا شهر 4 الصيف، وهذا هو الموسم يا الربع. هني طبعا اسمعهم شيء يقولون. شوفوا يا جماعه هناك قام يعافد طبعا اللي هي العيفه، ارض جو او بحر جو، مستمرين في العفيد نصيد شيء منهن، ما ندري ليش ممتقصات، ممتقص يعني خايفات. شوفوا الكرافة يا جماعة الخير، بس وقفوني ناصر. نوفل وقف شوي هني، بس خله هو يجي، سير بكاه. شلينا يا جماعة، شلينا الشحنة ما شاء الله،
فوق ها لخمة 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 تحمل يا نوفل فوق شوي فوق فوق أيوة عاش عاش يا تشكيلة شوفوا تشكيلة شلو شلو يا ربي شو بنصور شو بنقول شو بنسوي شوف يا ثاني شوف شوف العفسة شوف العفسة والعفسات يا الله إلا صافي نحمد الله ونشكره يا جماعة الخير على كل النعم الحمد لله النعمة اليوم فضيلة وكل يوم فضيلة يكفينا اليوم يا جماعة أن توفقنا في يوم الجمعة وطبعا معنا أبو عسكور ما شاء الله عليه أبو عسكور أتحفنا اليوم بالسوالف هذا التشكيل يا جماعة الخير والخير وايد ويكون فيه الخير إن شاء الله الزريدي هي أهم سمكة اليوم يبناها وأحسن سمكة وأغلى سمكة في المجموعة كلها